من الحاجات اللي لازم اخد بالي منها الهيوميديتي برضه، هي الرطوبه. الحقيقه الرطوبه مش مفروض ان هي تعلى عن حد معين او تقل عن حد معين عموما عشان الجهاز يقدر يشتغل، بس برضه فرضا لو الجهاز بتاعي هو نفسه بيغير الهيوميديتي الموجوده في الانفايرمنت، يعني هل الجهاز بتاعي بيزود الهيوميديتي بتاعت الانفايرمنت ولا لا؟ لو كان الميديكال ديفايس بتاعتي بتزود الهيوميديتي بتاعت الانفايرمنت اللي حواليها، مش مفروض انها تزودها باكتر من 15%؟ وعامة لو حتى زودتها 15% المفروض ان التوتال ريلاتيف هيوميديتي بتاعتي ما تبقاش اكتر من 45 درجة، من 45% عند 21 درجة سنتيجريد. يعني معنى كده ان انا بتكلم ان انا لو فرضا هيوميديتي مثلا ريلاتيف هيوميديتي بتاعتي مثلا 35%، يبقى معنى كده الماكسيمم اللي الجهاز بتاعي المفروض يعمله عند 21 درجة سنتيجريد 10% بس، مش 15%، لان هو التوتال دلوقتي بتاع ال 35% مع 10% هيبقى 45% اللي انا بقول ان هي دي الماكسيمم اللي انا اوصل له. انما لو كان الريلاتيف هيوميديتي بتاعتي 20% مثلا، يبقى انا ممكن اطلع لغايه 35% ويبقى ستيل اوكي. فطبعا دي ريكوايرمنت مهمه جدا للاجهزه اللي هي بتغير الريلاتيف هيوميديتي في الانفايرمنت اللي حواليها. الفايبريشن برضو جزء مهم جدا. الفايبريشن ده بنتعرض له مثلا في الامبيلنس، يعني عربيات الاسعاف مثلا لو العربيه بتتحرك بسرعه، او مثلا الطيارات الهليكوبتر، او لو كان في طيارات بتاعه نقل يعني مرضى، يعني مثلا المريض ده بطياره مثلا، الفايبريشن بيبقى في غايه الاهميه في كل الحاجات دي. فالحقيقه لازم الفايبريشن بتاع الفيجوال ديسبلايز ما يعملش اي مشكله بالنسبه لليوزر بيرفورمانس، المفروض ان هو يبقى كده. فدي بنتغلب عليها ان احنا نخلي الكاركترز اللي على الديسبلاي تبقى لارجر، وفي وقت نفسه علشان الجهاز برضه يشتغل كويس في الانفايرمنت دي لازم يبقى عندنا لارجر كيز، علشان يبقى عندنا حاجه نضاد بيها التراكنج اند ريتش ايرورز. ان انا دلوقتي وانا فرضا يعني لو انا راكب مثلا في عربيه والعربيه دي بتتحرك باكسلريشن، يعني بتبتدي تاخد سرعه، هلاقي نفسي لو انا بحاول اعمل حاجه، لو انا بمد ايدي عشان اعمل حاجه ادوس على زرار، هلاقي ان ممكن يحصل ايرور في الكلام ده وانا بعمل اكسلريشن، وخاصه لو كان الاكسلريشن دي عاليه. فهنلاقي ان احنا عندنا مشكله في الموضوع ده الحقيقه لو كان بالذات الاكسلريشن دي هاير ذان 2 مترز بير سكند سكوير. اوكي، فبيسك لازم ناخد في اعتبارنا الكلام ده علشان يعني يبقى عندنا الديسبلايز نفسها تبقى مقروءه، الفايبريشنز ما تخلينيش ما اعرفش اقراها، وفي الوقت نفسه الكيبورد بتاعتي او الكيز اللي انا باوبريت بيها الجهاز بتاعي تبقى كبيره كفايه، بحيث ان انا برضو اقدر ان انا اوصل لها بشكل افكتيف حتى لو انا بعمل اكسلريشن. لو احنا بناخد امثله الاكسلريشنز اللي احنا بنبص عليها موجوده يعني فعليا في عربيات الاسعاف، في الطيارات العاديه، في طيارات الهليكوبتر مثلا او الهوفر كرافت اللي هي بتبقى ممكن هي تبقى بتمشي على الميه وبعد كده تمشي على الارض. فبيسكلي بتكلم على الجراوند امبيلانس الافريج اكسلريشن بتاعها 0.7، بس ممكن توصل الماكسيمم بتاعها 1.1 متر بير سكند سكوير. طبعا دي اقل من دي شويه، بس ستيل برضو ممكن اخليها معتبره، يعني تبقى برضو ممكن تاثر معايا الى حد ما. لو بتكلم على طياره عاديه ممكن نوصل ل 2.2، اذا كنا متخيلين 2.2 اعلى من الاثنين اللي بقول عليها هنا دي. لو بتكلم على طياره هليكوبتر ممكن اوصل 2.4 2.4، فدي طبعا 2.4 اكتر بكتير من ايه، من ال 2 دي، فلازم اخدها في اعتبار. الهوفر كرافت يعني اولموست زي الجراوند امبيلنس بتبقى 1.3. فطبعا بالنسبه للطيارات، نقل الطيارات بالذات لازم ابقى واخد في اعتبار ان الجهاز بتاعي مصمم علشان الفايبريشنز، مصمم على اساس ان هو الفيجوال ديسبلايز تبقى واضحه كفايه، ما يبقاش فيها كاركتر صغيره لو الديسبلاي بيحصل له فايبريشن، يعني اليوزر يعني يبقى برضو قادر على ان هو يقرا. اوكي، لو بتكلم على برضو اللي هي الاوبريتنج باتنز بتاعت الجهاز لازم تبقى كبيره كفايه علشان يقدر يوصل لها، ما يبقاش في عنده مشكله في التراكنج اند ريتش ايرورز اللي بتحصل في الاكسلريشنز العاليه. وبالتالي الفايبريشنز فعلا ده بارامتر مهم جدا بناخده في اعتبارنا في الامرجنت ترانسبورت فيهيكلز بالذات. لو بتكلم جوه المستشفى ما هياش مهمه قوي، بس لما بتكلم في النقل بتاع الامرجنسي بتبقى طبعا مهمه جدا.